السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ذا أتكلم في صفة من الصفات المهمة التي أرجو أن يخرج جميع المجلس وجميع الحضور وهم متصفون بها رجالا كانوا أو نساء. وقبل ما أتكلم في الصفة دي، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لمثل هذه المجالس، ونشكركم جميعا على حسن الاستماع، خاصة يعني الشباب، لأنه دي فتن الآن شغالة، وفي وسط الفتن دي كونوا يجوا شباب ونساء، وأنا بشوف من بعيد في بنات وفي يعني أولاد وفي ناس خير، فيهم خير كثير جدا وقاعدين يركزوا ويسمعوا، دارين يعني بتحس إنه الناس دارين يستفيدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في الجزء الأول كان جالسا مع أصحابه يحدثهم في المسجد، فدخل ثلاثة نفر، رسول عليه الصلاة والسلام في المسجد بحدث في الصحابة، بعدين في ثلاثة جو داخلين، وشوف نفسك انت بتشبه يا توفي ديل. قال الراوي: فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها. في واحد قعد قريب بيسمع، ونظر الثاني فاستحيا فجلس خلف المجلس. قال: يا أخ والله الناس زي الناس كويسين، وأنا عندي ذنوب وأنا ما بشبهن، لكن الزول فيه خير بليد الدين. قال: يا أخ نسمع من بعيد. قعد بيسمع فيه خير، شوف في النهاية الجزاء شنو. ونظر الثالث ثم أعرض. الثالث عاهل لهم ومشى طوالي وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبأ النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، يخر. وأما الآخر بيسمع من بعيد، فاستحيا الله منه، ده برضه فيه خير. وأما الآخر ثالث فأعرض الله عنه. ودي مصيبة كبيرة جدا أن تعرض عن دين الله. واسي الليلة أكثر الناس في إعراض. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. في له إعراض، واحد تشغل دلوكة، طبعا الجماعة بغشون، ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، داري غرقهم معاه والمجرم، وقف المركب وخلي الشباب يركب. انت موديهم وين الشباب؟ لأننا عارف الحاصل، والله ده بجنبه ده بغشون، الثاني بغادي بدغدغ العواطف تحت الشباب، يجيبون انا ركبت الباص يشغل اغنيه الجماعه تلقاهم دموعهم سالت. يجيبوا واحد رحمه الله، وخذ كلمتي دي رحمه الله عشان ما تقول بننبز الاموات، انا همي في الناس الحيين ذل. رحمه الله، هو مات رحمه الله فنان. بعدين يجيبوا ماشي كيف والجماعه جايبين الغنية، يا زول يا طيب ماشي وين؟ كساب البلد ورحل الغمام وقائد الاسطول رحل، والجماعة كربكو تبكي مالك؟ والله يقول لك ساب البلد. انت ما بتسيب البلد، هو سابه مشى، انت بتسيبه ولا ما بتسيبه؟ والله يقول لك بنسيبه، لكن 200 ما معروف الشغلة دي وإلى آخره. عشان كده احنا جايين، وشباب تانيين ديل بتاع ينخلط بيغشوا في البنات. المرة اللي فاتت لقيت ثلاثة بنات جن لافات عاينا، بعد شوية مشى قعدا هناك ونحن بنتكلم، بعد شوية جاء واحد يتدبه زي الضب ماشي على اللمبة، شفتها؟ جاء يتدبه هناك لما نوقف جنبين، وأنا مراقب الموقف طبعا وبتكلم وعاين. بعد شوية طلعوا الموبايلات بدلوا الأرقام، قلت خلاص إبليس اشتغل.
بيغشوا البنات تلقاهم قاعدين اثنين اثنين زي والدبرك وبيدعشوشة قاعدين سوا ويغش فيها. قلت لي شنو يا سوسو؟ والله تمام يا حمودي. جوا ما في سوسة في القبر؟ انت سوسو ساي برا الشغلة دي ما في سوسة قدام ولا كيف يا جماعة؟ الموضوع ده مو خطر قدام؟ فلذلك انا داير اتكلم لك في صفة باختصار لانه ماشيين عندنا موضوع مهم في اخواننا بعدنا بيتكلموا. الصفة دي داير اتكلم في 7 دقائق ودايركم كلكم تتصفوا فيها رجالا ونساء والله. وهي صفة الصبر. الصبر تكون صابر في الحياة دي. ليه تكون صابر؟ لأنه يوم القيامة في ميزان حسنات وسيئات، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. قال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مش في حسنات وسيئات؟ أي زول الصبر ما بدو 10 20 30 بخمول الأجر خم. شفت الأجر ده الحسنات بكبوها لكب مش 10 20. الدليل قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 1 2 الزول يا جماعة لما نكون صابر، أنا بوريك اصبر على شنو. لما نكون صابر الله بحبه. تخيل زول ماشي في الأرض والله فوق العرش سبحانه وتعالى بحبه بشخصه، فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان. ليه؟ لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران: والله يحب الصابرين. 3 الزول لما يكون صابر، فوائد كثيرة لكن أنا أختم بالثالثة دي وأخش في معنى الصبر والمراد من هذا الكلام. الفائدة الثالثة: الزول لما يكون صابر بيفوز يوم القيامة دي نار ودي جنة، بزحوا من النار وبدخلوا الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انت الدنيا دي غرور ساي ما تغشك والله الذي لا إله غيره. الزول لما نصبر الله بدخله الجنة وينجيه من النار. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. خليك صابر في الدنيا، خليك جلد، خليك زول قوي. تصبر على شنو؟ 3 حاجات ونكتفي بها. 1 الصبر على أقدار الله المؤلمة. الدنيا دي يا جماعة فيها ابتلاءات. الله ممكن يبتليك يكون ما عندك شعر وانت شاب، الناس يعاينوا لك ويضحكوا تتألم، منظرك يكون فيه ابتلاء. تصبر، ده امتحان. ممكن تبتلى في الجسد، تكون أعرج، تكون ما أعور، تكون أعمى، ابتلاءات. تبتلى في أهلك، في أولادك، في غيرهم، في المال، تكون مفلس ومضايق. تصبر تصبر. في واحد اسمه عروة ابن الزبير، ده من التابعين، بعدين جاءه مرض في رجله، والمرض ده بيمش بيمش، اسمه الآكلة في الزمن ذاك، بيمش لما يأكل الجسم بعد شوية بيبقى سبب للوفاة. فالجماعة جو قال له: يا عروة نريد أن نقطع رجلك. دكاترة قال له: نقطع رجلك في الزمن ذاك. كلام ده ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة. قال لهم: خلاص اقطعوها. قالوا له: تشرب الخمر، خدر راسك عشان انت ما تحس بالألم وكذي، مش دي فرصة الزول يشرب. قال له عقل، فرصة عند بعض الناس، لكن قال له: عقل أعطانيه الله والله لا أذهبه، لكن قال له: أنت إذا أنت تقطع رجلي، أي إذا كنت في الصلاة
ورأيتم علي الخشوع فاقطعوها. بس خلوني أخش أصلي ومش شوية في الصلاة، في البداية كذا بكون لسه، لكن بعد أمش في الصلاة شوية وشوفوني بديت أبكي في الصلاة تاني ما بحس بأي شيء، أقطعوها. قال له خش في الصلاة، بعد شوية بدأ يخشع، جابوا المقلاة قدرة فيها زيت بيغلي، وجابوا المنشار، خدتوا القدرة والزيت بيغلي وجابوا المنشار، وشوف بيصلي، لموا في الكراع كر كر قطعوها. قالوا فما صاح صيحة حتى سقط فأغشي عليه، غمر. لما غمر صح اليوم الثاني، أول ما صحى شوف الناس اللي بيصبروا كيف، أول ما صحى واحد قال له يا عروة أحسن الله عزاك في رجلك فقد قطعت، واحد. اثنين، أحسن الله عزاك في ولدك محمد، ده من أولاده، فقد رفسته إحدى دواب الخليفة فمات. تغمران بالليل الدابة رفسته مات الولد، ولده ورجلك قطعوها، أحسن الله عزاك. فقال شوف الزول ده قال شنو، قال اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت، أعطيتني أربعة أطراف، يدين وكرعين، وأخذت واحدا فلك الحمد لسه في ثلاثة، وأعطيتني سبعة أبناء فأخذت واحدا فلك الحمد. ذو صابر ولا ما صابر؟ نحسبه والله حسيم. فتصبر على المصائب. اثنين، تصبر عن المعصية، يعني في معاصي منتشرة، بتجيب تعايم تلقى بنات لابسات بناطلين جنبك، وحدات مغشوشات حضر المسلسل تلقاها فيها خير. مرة في المطار قبل ستة ولا سبعة سنة بنتكلم، واحد من اخواننا اسمه عاصم بيتكلم، قام يتكلم عن التبرج، والله الذي لا إله غيره انا حاضر الموقف ده، بيت قاعدة لابسة بنطلون، شابة بالغة جديد يعني شابة صغيرة، والله فيها خير، كوركت بتكلم في التبرج. قالت والله من يوم الليلة تبنى إلى الله تعالى، وفعلا البنت دي تحسبها انكسرت كذا وفيها خشوع عجيب. مرة واحد في النهاية نحسب ذول قد يسمع لك كلمة يتوب. فانت بتمر بابتلاءات، تشوف تبرج، انت كشاب تلقى اصحابك عندهم هوس، واحد تلقاه شاب صغير ثانويات، الجماعة يلموا فيها اصحاب ديل ما دارين صبر تبتعد منهم، يجوه والله زي الشياطين يجوه. اسمع ما تدردم لك سفة، ليه اخذ سفة لزومة شنو؟ والله اقول لك ما بتوزن راسك، الراس ده الله خلقه مفتول ولا موزون؟ مش موزون. طيب السفة لزومة شنو؟ يدردموا في السفة، الواحد تلقاه يدردم فيه وخدتها فوق ولا تحت، ولك بتوزن الراس، هي بتفتل الراس دي، انت ما جايب خبر ساي، دار تعرف كلامي ده صدق ولا كذب؟ شوف الزول اللي بيسيف بالصباح بيعمل شنو؟ اول ما يصحى تلقاه يفتش تحت المخدة ومغمد ما مفتح، يفتش مسافة، بعد يلقى الكيس تحت المخدة يمرق ويدردم ويخد حتى عينه تبدأ ترقرق، هسي ده راسه ما تفتل؟ انت اللي ما بتسيف ده تقوم فت تبقى مارق، لكن ده بلاوي. بعد شوية من السفة يجيبوه ولو اها سيجارة حمرة ساي حمرة، بعد شوية تاني يبدو تلقاهم قاعدين لابدين زي قرد الطلع تحت الشجر يلفلفوا في حاجة بين ورق البرنس، يلفلفوا فيها، تعرف انا بعرف الشغلة كلها، بعدين يلفلفوا اشربه تاني راسه يضرب. انا وين؟ في ايطاليا، لا لا في جنب الكوبري، ايطاليا بتاع شنو كاس عالم. فلذلك دي كلها بسبب شنو؟ المصائب دي. البيت تلقاه محترمة تلم فيها بيت تانية، انت وجيهة ولازم تلبس لبس معين وتغش البن، دي الشغلة دي دايرة صبر، ما امتحانات حولك، دايرة تكون صابر تكون قوي وصامد وتتحمل، والله الذي لا إله غيره. يا أخي في مرأة سوداء
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي قال كذي، قال سوداء، وما عيب الزول لون أسود ولا أبيض، دي خلقة الله وده خير ليه. المرأة دي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، قالت له إني أسرع، ودي رسالة للنساء والشابات والله، قالت له إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، أصبري على الصرعة دي بدخلك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. قالت له بل أصبر وكت فيها جنة أخير أصبر صرعة. تخيل الزول يتصرع يضرب الشباك ودم يسيل. بعد شوية قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. قالت له خلاص الصرعة دي بتحملها، لكن بس أنا لما نصرع بتكشف جسمي، بتكشف الصرعة بتحملها، أدعو لي الله جسمي ما يتكشف. المرأة دي عليك الله نجيضة ولا ما نجيضة إذا صح التعبير ده، مش مرأة تمام، لأنه الزول عندها صرعة وتكشفت على ذنب، ليس على المريض شنو حرج، وما على ذنب وبعد ما دارت تتكشف، ما على ذنب وبرضو ما دارت تتكشف. فدعا الله لها، دعا لها الله إنه ما تتكشف، والصرعة بقت قاعدة، والمرأة دي تدخل الجنة يوم القيامة. سؤال الآن للي بتكشف، هل عندك صرعة؟ والله مش سؤال وجيه، إذا كان دي بيه صرعتها ماذا؟ عشان كذا يا جماعة المرأة تخاف من عذاب الله وترجع إلى الله وتصبر، تصبر تتحمل. واحدة مشت من ناس الكوفة جاءت للربيع بن خثيم، ده عابد عبادة شديدة، بعدين في بعض الناس طعنوا فيه، لكن الرجل ده بيعبد في الغابة في الكوفة. الجماعة جوه اتلموا شباب كذي وجماعة بتاع شر، قالوا لمرأة، المرأة منحرفة ادوها قروش، قالوا تفعلي بالربيع ويفعل بك. قالوا هذه كذا وكذا من الدنانير حتى يقبلك الربيع، بس تصل يصل معاك الدرجة ولا يمشي لقدام. طوالي شالت القروش ومشت، لما دخلت عليه في الغابة براو ومرأة من أجمل النساء شابة، قال فتعرت له ثم أخذت ترقص أمامه فرفع رأسه. الزول ده كلام، قال يا أمة الله كيف بك إذا نزلت الحمى فغيرت هذا الجسد، أم كيف بك إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك الوتين، أم كيف بك إذا أدخلت القبر فجاءك الملكان. لما سأل الأسئلة دي وذكر، قال الراوي فبكت وخافت وارتعدت ثم ذهبت إلى بيتها فتابت، فصارت أعبد امرأة في الكوفة فسميت عابدة الكوفة. تابت خلت الشغلة جت وبقت شنو عابدة الكوفة. فاجتمع القوم قالوا أرسلناها للربيع لتفسده فأفسدها علينا الربيع. رسلناها تجيب لها مصائب، في النهاية المرأة بقت مستقيمة والله. فالإنسان يصبر، يصبر على المصائب دي، تفتح النت تفتح تخش لمحاضرة فجأة تجيك مصيبة داخلة، ما لقيتك، أنا خشيت لمحاضرة، واحد شغل لي خدمة بتاع الشهر، خشيت لمحاضرة بعد شوية جاتني مصائب، قلت هو يا زول الشغلة دي مال لهم البلاوي دي، أقفل يا أقفل أقفل. قلت للمرا ألحق الشغلة دي بادي الجوط، ألحق الشغلة دي والله. وفي النهاية خليناه قفلنا الموضوع، بقى بس اتصال ولا حاجات بسيطة بسيطة. فلذلك دي مصايب، شباب ديل واقعين والله في ابتلاءات. امرق دي شغال ضمنة، ده كشتينة، ده فيسبوك، ده واتساب، دي بيجاي في الجامعة قاعدين ويخشوا في بعض، ده كله داير صبر، يقعدوا البيت بيجاي والولد بيجاي، يجيب لها البارد ومدين القروش، أنا عارفه يكون في الغالب مدينة، يجيب لها البارد وسندويتش، سندويتش بتاع شاورما، يأكلوا نص العيشة أبي الجنوبي السودان الجنوبي، أنا مشيت هناك
لقيت انصاص عيش كتار قاعدات والبارد نص نص قاعد. قلت والله نادي المجارم تعرف كيف ياكل نص العيش ويخل وجيعان نفسه فيها المجرم وكل ساية. بعدين البارد يا يشرب نص ويخلي ده يعني لو المرة دي لقته في مطعم براو بياكل العيش والكيس والبارد والقارورة ذاته احتمال يشربها. فدي كلها غش ولف ودوران ومصايب وكطب عليها ما تغش بنات الناس. أنا أبوي جاي من دبي وأسي في الطيارة وأبوكم ببيع في تبش في الملجة يغش في البيت تغشها وأنا قاعد في البلد يا مجرم يا مستهبل توب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لأن يا جماعة والله خايفين على الناس وجايين المحل ده والله داير الناس ترجع إلى الله والشباب يلبسوا كويس والشابات يستقيموا وينفعوا الإسلام يا أخي. أمة محتاجة. النوع الثالث والأخير من الصبر الصبر على طاعة الله. الطاعة داير صبر يا ناس. القرآن عشان تقرأه والأيام داير صبر. عشان تصلي في المسجد مسألة داير صبر. عشان الزول يستقيم على الطاعة داير صبر. مما يوحد الله وعقيدته تبقى صحيحة الناس داير صبر. ده مش مجتمع تقول لهم نادوا الله يقول لك وهابي وكعب وابو الدقن وانصار سنة وانت لا انصار سنة ولا اي شيء بس مستقيم. نادوا الله يشاكلوك تقول لهم نادوا الشيوخ يتكيفوا منك قولوا يا الحسن من المحن واتبدر من الفقر والفلع يلفون اسرع من التلفون وابو العباس من عيون الناس. ولقيت واحد في بحر مكتوب فيها يبشام ورا وقدام والله عربية أنا ما عارف ده بنادي الله متين يبشام ورا وقدام هاي دايما بقول لك اشتغل الموضوع طرشك خلاص الزول مشى قال يعني واصل خلاص معليش نواصل إن شاء الله. فلذلك دي كلها مصائب قاعدة. الشاب داير صبر صبر. شكي لقمان الحكيم قال لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما قال له واصبر على ما يصيبك. يصيب فعل مضارع. قال له واصبر على ما أصابك. أصاب فعل ماضي ولا مش هو فعل ماضي. ليه قال له واصبر على ما أصابك ولسه الشغلة ما أصابته الابتلاء؟ لأنه الموضوع ده سنة كونية لازم تحصل. هسي أمسك الشباب جيب شاب خليه يفلفل شعره زول ما بيسأله البس بنطلون كباية وقميص ولا فنيلة حقنة وحاجة كذي زي الغويشة مكتوب فيها صح وما صح البسه ويلبس له سلسل ويعمل حاجات معينة ونظارة ويجي يتبختر في المشية زول ما بيسأله ولك مزاجه كذا يا مولانا مزاجه كان غلط ذاته مزاجه كذا مزاجه. بكرة الشاب يتشبه بلاعب كورة. أنا دار أوريك إنه شغلة دار الصبر لما تستقيم على الدين. بكرة الشاب يتشبه بلاعب كورة يحضر الكورة والجماعة يغشوه ده موس ولا ميسي وده مين كريستيانو ودمنه ودمنه. بعدين شغل قد عجبه البس له شنكارات كدارات طبعا نيلك ماكلين ايه وحاجات وده بكون ماكل لملاح بايت وعيه وكسرة خميرة والميدان كله ضريصة وجاي تعبان ينطط زي العتود قال زي ديلك وديلك مجار ما ينفع معانا لكن برضو المهم. فتلقاه الشباب يلعب الكورة جماعة بخلوه ساي ولك ياخده عنده مهارات مهارات كويس. بعد يومين ثلاثة الشبه عليه بيه فنان لقاه ماسك الميكروفون وجماعة بيدلوكة تررن تررن ويرقصوا ويعملوا ايه ويسووا كيف بيدلوكة. وده الشباب الفنان يخلوه ساي. بعد يومين ثلاثة يقول لك والله ناس انصار المهدي ديل خطيرين كرري تحدثوا عن رجال كالأسود الضارية
خاضوا اللهيبة وشتتوا كتل الحماة الباغية ونفوسهم بوك يجيبوا لها أبيات. وطبعا لخبطوا جماعة ديل ذاتهم الشبابين جلابية جيب قدام وجيب ورا والطاقية عاملة كيف زي السرور المقلوب. بعد شوية زول ما بيسألوا. بعد يومين ثلاثة يعجبوا الجماعة بتاعنا النوبة تل 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 يا ساسين أسى مرب القوم لطاهة أسى رجال مي مي وسبعين ورجال الهندسة وإلى آخره دخل باللام طلع كي كي ويا يي هذه موجودة في الموبايل موجودة. قال دخل باللام طلع كي كي شوف ده دين دخل باللام طلع كي كي ما هو الفجل ما هو البامبي والله. بعد شوية قال يا هو الحمسي عنده حصانة ما بتفتش يا هو الأغبش ما بعرف ولا الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش. صلي عليهم تصلي على الكهرباء ولا التش تش ولا حلاوة لبن والمصائب ثقيلة جدا دي ما بلاوي يا جماعة في البلد دي. فده يشبه بيدل اي الجماعة يخلوه مما تجد تشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام وتقتدي به وتستقيم على الدين بيقف ضدك والله الذي لا إله غير مش في المصارعة خلوك. تعال قل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أوصافه كما في شمائل النبوة أو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى الترمذي. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصافه كان طويل الشعر صلى الله عليه وسلم شعره تحت أذنيه وكان واسع المنكبين عظيم الكراديس يعني عظامه كبيرة صلى الله عليه وسلم من غير سمن وكان مستوي الجسد صلى الله عليه وسلم لا هو بالسمين ولا بالضعيف وكان صلى الله عليه وسلم واسع الفم واسع العينين وكان أبيض مشرب بالحمرة وكان كأن في حاجبيه قرن وليس فيهما قرن يعني جميل جمال جدا. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية شعره طويل للمنكبين في بعض الروايات وكث اللحية صلى الله عليه وسلم وجميل أبيض مشرب بالحمرة واسع العينين طويل الرموش صلى الله عليه وسلم كأنه أكحل صلى الله عليه وسلم. توصف لهم تقول لهم أنا داير الشبه بيه داير لحيتي تكون زي لحية الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه قال في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حفوا وفي لفظ أحفوا الشوارب واعفوا اللحى. تعفي لحيتك الجماعة يصروا لك ولك أها بقيت معاون ولا شنو معاهم منو ولك الجماعة بتقين أها أصلوا بتبدأ كذي بعد شوية بتفجرونا يا ناس ما في تفجير ديل ناس داعش براون. وكانوا هنا واحدين فيهم لما الحمد لله ردينا عليهم بعض أخواننا رد عليهم لما طفشوا تاني ما جوا الله يتقبل تيلك دواعش براون تكفيرين أنا المسلمين دلهم نكفرون والله زول بيه سفته قول لي موحد أي أخونا ودار لك الخير بس السفة دي أي دعا شغلة بتتوزن والله الله يتقبل لكن ما بنكتل زول ولا بنضارب زول. فلذلك لما تطبق السنة الناس بيسخروا بك تلقى شعره طويل وانت لحيتك كبيرة منظر جميل قول لك عاملة زي التيس. واحد في شارع الانغاف زينا راكب موتر جبهة عندي وانا راكب عربية تاكسي مع واحد بعدين اتعصر في الاسطوب شافني قدامه قال لي زي التيس. انا طبعا ما زعلته لانه ذول مسكين قلت له الله يزعلك قلت له في تيس وجيه كذي والله زي ما بقولوا كتلتلت دو في يده قلت له في تيس وجيه كذي التيس ده عنده شخيط واحد وانا مقفله كلها انا مقفله كلها. بعدين قلت له الاسد ومرته اللبوه ابو دقن يا تو
اللسد ولا اللبوة؟ قول النصيحة. والله اللسد. طيب ما تقول لي زي اللسد جاري للتيس يا بتاع التيس، هو كان فر مشى في الموتر وانت ما كان تقيف، فر مشى فيسخر بك ويقول لك زي التيس وزي، ودي هيبة وما الله هيبة، والله يحترموك في المواصلات دي. تفضل يا مولانا تفضل، تقعد البيت تجي تقيف شماعة ما تقيف جنبك، تقعد جنبك تقول فيك ماس ولا كهرباء، والله وكويسة معانا كويسة جدا، بقى تقيف جنبك بعيد وناي الجماعة يكونوا متونسوا والطرحة واقعة واللخبطة، انت تجي خاشي ها الرجال جو ودوا الدبرك قاعد جنبك ده وده ماله، ما كلها مصايب وبلاوي تقيلة والموضوع يطول، فلذلك انت تصبر تصبر تبتلى، بعد شوية تلقى لك حديث مش كلام جماعة، والله نحن ما لأنكم تبقوا فيه جماعة وضد الجماعات دي جد، دارين الناس تبقى أحرار بس، لا أنصار سنة لا صوفية لا أخوان مسلمين لا ما أعرف حزب تحرير لا حزب شنو لا الطريقة العجلاتية دي قالوا جديدة لا الطريقة الشنوية ولا أي شيء، أبقى حر مستقيم براك دي بس، كلام ده شين يا ناس؟ ولا تسجل مع جماعة ولا حزب ولا طائف. حديث رسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود ذكروا الألباني أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ده الرجل ودي السنة ما واجبة ما واجبة، لكن لو طبقت نصف الساق خير. طيب الواجبة شنو؟ فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، يعني ممكن تنزل إيه الكعب قريب الكعب الكعب العظم الفوق بقى الكعب ما تنزل. قال فما كان أسفل من الكعبين، وقبليه قال ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. ما كلام خطير يا جماعة. حديث ثاني في صحيح مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قلت خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل إزاره. موضوع ده خطير، المسبل إزاره والمنان الذي ينفق منة، يقول عملت لفلان وسويت كذي. قال والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، كذب ولك والله درس ماله كذي كذب ساي، ده يوم القيامة قال لك موضوعه بيبقى في خطر شديد جدا. فلذلك لما تقصر إزارك برضو يضحكوا عليك ولك البلد ما فيها قماش ولا شنو يا أخي، فيها قماش لكن أنا الشغلة دي ظريفة معاي، لا والله منظرة ما أنا هو تلقى لابس ثلاثة أربع، أنا حيرني تلقاه لابس فنيلة ولابس مهبب ثلاثة أربع وجاي ماشي، تقول له ما شاء الله طبقت السنة، لا لا والله دي موضة ظريفة بس. أيوة وطيب إحنا لما نسويها سنة أنت بتضايق ليه؟ أقول لك والله أنا لما نشوف سيقان كونديل لما دمي بفور، دمك بفور ليه؟ تلقاه يحضر في الكورة، ولك والله ناس الريال ديل لعبوا كورة وبرشلونة ديل جضموا جماعة تجضيم، ناس برشلونة والريال بيلبسوا لحد وين؟ للركبة، متكيف منهم؟ أي ونحن تحت الركبة دمك فار؟ أي معناها دمك ده داير فحص، والله معناها الشغلة دي متناقضة ولا كيف؟ انت زول الركبة بتتكيف منه والزول النص الساك تقول قصير، وعاكسين الشغلة الراجل تلقاه مزبل لما البنطلون ما أكل الواطة جنزي، والبيت تلقاه لابس نص الساك، البيت تلقاه والبيت لو ضفورة ضفورة طلع دي متبرية ودي ما فيها خلاف. شفت الكرعين ديل ما، والإمام أحمد في المذهب الحنبلي لو صلت واصبعها برا او كراعها برا صلاتها باطله،
والله ما كلام خطير. تجي ماشي هسي تتقدف وانت تجي على استحياء، وتجي في نص الشارع تدفرك ترميك بعيد، وانت تجي ماشي ومزبل اي شعكسه، وده كله سببه من اسباب الاختلاط والانشغال بالناس. واحد سمعته بتاع نفسيات ولا علم نفس بيتكلم عن علم النفس، قال الاختلاط ده قال 25% من الصفات بتتناقل بين الولد والبيت بكثرة الاختلاط. وانا الكلام ده شفنا جزء منه، تلقى الولد يطقطق في اللبان هذه بتكون 5%، وتلقاه لابس له سلسل ويتمسح بكريمات، شوف لك زيت مكانه ولا زيت فرامل جاب قمارك، والبيت تلقاه لابسه بنطلون هذه ما شالت 5% ولا 10%، بعد شويه تلقاه بتدي بنيه، بعد شويه بتفلق. مشيت انا جامعه ام درمان الاهليه لقيت بنات واولاد بيمشوا، الاولاد قدام والبنات بالحصحاص بيفلقون، قلت الشغله دي الله يخارجنا ما يفلقون انا ذاته. والله مشيت واحده ثانيه هناك جنب العربي تحت النفق اتكلمت، جات بيت برا بتشاغل فيني، قلت لها يا مره يا بيت بيع علامه الجوده دي بتشاغل انت شغل الحاصل شنو؟ انا بتكلم في الدين قال الله، ويتعمل لي بعيونه كذي يا بيت الحاصل شنو ما تطير الايات من راسنا، الله يدينا ويديك. والله ولا كيف الكلام ده يا جماعه؟ اذا صح التعبير ما ننسى كتاب الله، ذا التعبير صحيح. فلذلك كلها فتن وشغاله، دار صبر الموضوع ده ولا ما دار صبر؟ دار صبر وتكون زول قوي وزول اسد في الدنيا دي. والله لما تمشي بعدين امورك وضحت تدق الباب، السلام عليكم حاج فلان، هاي والله انا دار البيت دي، قلت كذا يجيب ابوك عقدوا لك، بعد ده مش كضب لا تاني اصل الكضب معاه تاني حلال. والله تانا مش قول انا والله شفتك كذي شفت القمر جنبك لقيت القمر كضب لا ساي تاني، لكن من الست كضب ليها ووك والى اخره وانا ويتي ومصايب. فلذلك الدين دار صبر تستقيم. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت دار تستقيم خش الجنة وما تبتلى، والله تبتلى ابتلاء، بس تكون ثابت تكون قوي. وأهم شيء تصبر عليه العقيدة الصحيحة، شفت تكون موحد عقيدتك ما تلعب فيها، ما يجي زول يغشك يقول لك هاك الحجاب ده ألبسه من العقرب. واحد في الحاج يوسف لقيته بيتكلم في مقطع، أنا حضرت المقطع، قال عمك راكب حمار جاب بتاع الحجبات، قال له أسمع أنت ماشي المزرعة هاي أديك حجاب من العقرب، لأنه مرات بيجي في الزرع العقارب بتجي مرات في الزرع، أديك حجاب من العقرب. عمك مفتح قال له والله العقرب دي اصله انا ما نازل من حماري ده، كان في حجاب ادي له الحمار ده بتاع الحجبات، قال له والله الحمار بيحفظه الله. وطيب قال له كنت حفظ الحمار انا ما بيحفظني ام جاز ولا مش ابقى مارك؟ والله قال له كنت قول حمار الله حفظه انت ما بيحفظك؟ وقت تلقى خالتي الصبيطه زي كيلو الموز يقول لك ده حجاب سكين نها واحد، وده حجاب مطوة اثنين، وده حجاب عقرب ثلاثة، وده حجاب محبة أربعة. قال ده تلبسه البنات بتلمم فيك زي المغناطيس، يا أخ معقولة في قرآن بيلم فيك البنات تغشين ده؟ ويقول لك من القرآن، تقول له بتخش في الحمام يقول لك لا لا بمرقوا برا. وطيب انت لابسه من شنو؟ من الشياطين، والحمام ده ما بيت الشياطين ما تلبسه جوا، لا يقول لك والله كتاب الله من خش بجوا. طيب جوا اللي بيحفظك منو؟ والله الله. طيب حفظك جوا بيت الشيطان برا ما بيحفظك؟ انت كذا فكر بالراحه كذا. شكر رب العزه والجلال قال في القران وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، كلام قوي والله الذي رفع السماء. تقرا كتاب الله ده وتصدقه وتعمل به، تقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة تعمل بها وتكون موحد عقيدتك في الله مباشرة تمام، أي
والله تكون أقوى مخلوق ما شاء على وجه الأرض. أجي يقول لك حجاب كذي، قول الرسول لبسه، لا لا يبقى ما بلبسه، ده هو الساي. يقول لك حجاب بتاع سكين، جيبه ألبسه. أنا بقرأ آية الكرسي، شوف السكين دي كان ما وصلت للعظم. والله يقول لك يا أخي آية الكرسي بتبطل الشغلة دي، يبقى معناها الشغلة دي ما بلبلة ولا كيف يا جماعة؟ يقول لك حجاب من الطلق، طيب كان أجلك تمه. أها والله يقول لك كان أجلك تمه ده تاني ما بيشتغل. طيب وكنت ما بيشتغل إذا الأجل تمه؟ والله قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب فائدة شنو؟ يقول لها هوس البت المرة تلقاه حامل 9 شهور، الله حافظ جناج والبطن 9 شهور، امرك برا يلبسوا كمون ولك ده من العين وبيحفظ الجاهل يا مرة ده ما بيحفظ ولا يوشك كمون بتاع شنو؟ والله يقول لك من العين بيحفظ. طيب جول في الضيقة اللي كان حافظه منه ولك الله، طيب ما بيحفظه في الواسعة؟ أولاد الكفار بيلبسوا حجبات؟ لا لا بيلبسوا كمون. عاد شفت لك خواجة لابس كمون؟ لا لا ديل اللي بيحفظهم منه الله سبحانه وتعالى. وطيب انت والواد طفل تلقاه ريالته كابة وما كل ملح خدرة وإلى آخره، تلقاه لبس انه ده من شنو؟ من العين. واسي ده بدو عين ولا بدي عين؟ ده اسي بدو عين ومريل والخدرة كابة والمصاحب بعد ده تلقى والله العزيزين دي ما مشاكل يا جماعة في البلد دي ومصاحب ثقيلة وبلاوي كبيرة جدا. فإنت عقيدتك تكون في الله لا حجاب لا غير، كله أيدع وطوالي قولون الله وبس، والله الذي لا إله غيره. 2 الدعاء لله توجه إلى الله براو أترتا أي يا الله بس يا الله بس. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن اليوم البتعتر تقول يا فلان هاي أنت مشكلتك طويلة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد ده شرك، إلا التوب ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. زول يا جماعة مات يغسلوه يكفنوه يشيلوه 4 رجال يودوه المغابر يحفروا المطمورة ويحفروا الدلحد أو اللحد ويدخلوه جوه وبعدين يجيبوا الطوب أسمنتي يرصوه طق 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 ويجيبوا الطين يليسوه. والله شفت تموت في البلد دي يليسوك تليس تاني لو حييت جوا مرقة ماف كتمت جوا بس إذا صح التعبير. والله بعدين يليسوك تمام شفته في واحدين مرة يقول له اسمع المحل دي دايرة شغل لسه تاني يدوك طين بيجاي وتاني ده بيجاي ويدردموها ما شفت الشغلة لك صلي صلي اديه كذا يجيب دردامة اديك طوالي شفت بعد تنتهي اي يدوك تراب بعد التراب الجماعة يجي ابنه والبنيان ما بجوز. والله في القبر ده ولا طوبة زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه الجصة زي الأسمنت يعني مو يا ما بتعمل لش. قال لك مني تقعد فوق القبر ما بجوز ومني تعمل له جص ومنهي تبني فوق له ولا مدماك. هم يشوف قبور الصحابة هناك في المدينة ولا مدماك ما بجوز. الجماعة بعد يدفنوه عشان تعرف البلد دي فيها جهل عجيب جدا ومصايب. بعد يدفنوه ابنه له أوضة ومات العزابة لافين ما قادرين يتزوجوا ولك البنيان بقى حار وابنه على الميت بنوا الأوضة بعد شوية يجيبوا له باب بعد شوية ترباس بعد شوية طبلة بعد شوية ناس يبهوا فيها القبة وأنوار جوا طبلوه بعد شوية يجوا الجماعة بركاتك يا شيخ
يشيلوا تراب يسفوه. يا ناس الله يدينا وديكم، في بركة في تراب في قبة تاع الشيخ. السكر كيلو ب 12 و 14 تشرب لما دمك يروق، تجي مسخن وعرقان تكب السكر في الموية باردة بيت الجتا وتكب الليمون تشرب ب 12 جنيه كيلو كامل ولا 14، وربع رطل بتاع تراب ب 50 جنيه. هسي ده فاهم؟ وده ذاته إن شاف الطفل بتاعه ياكل في التراب قولوا كاكا كاكا للطفل، قول كاكا. بعد شوية الطفل يكبر يلقى أبوه بياكل في التراب، دي ما مصيبة؟ يقول له أبوه ذاته كاكا، مفروض يقول لك دي ولا حاجة. الحاصل أنت زمان ما قلت لي ما تاكل الشغلة دي، بس أنت تاكل فيها شنو؟ ولك والله دي بركة، بركة. ولا كابتن ماجد أخ ما بركة في الموضوع ده، بركة كيف يا جماعة؟ بركة دي من الله سبحانه وتعالى، والبركة في، لكن ما في مواضع زي دي، ودي بتحتاج لدليل الزول اللي بيثبتها. فدي كلها هوس، يعتروا ينادوا يا فلان الحقنا. وده لو حي لازم اول شيء يفتحوا له الباب الطبلو ده، التاني يجي مارق لك، خليه ميت جوا وتناديه والحقنا وافزعنا والحقونا وافزعونا. لكن جابوا لهم قصص، شفت الصوفيه ديل ناس دراويج ده ومرقع وانت قاعد بنتكلم فيهم ساي، جابوا قصص غشوا الشباب والله يوهموك اوهام. لما تستغرب كتاب اسمه الطبقات تاع وضيف الله، ده مولود في حلفاية الملوك بيجاي بعد الكوبري ده طوالي. بعدين الكتاب ده تلقى في الدار السوداني، انا قريت فيه كثير، قال صفحة 197 ل 198، شوف الكرامة دي، شوف فيهم الجماعة كيف. عشان انت تنادي الشيخ والشيخ ما بيلحقك، تنادي الله بس، ده الصحيح وده الواجب. وما تقول شيخ فلان بيعلم الغيب، ما بيعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقال في شيخ اسمه موسى بن يعقوب، شوف الكرامة دي عليك الله، قال من كراماته أنه علم منطق الطير، يعني الشيخ بيعرف كلام الطير. قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه، بيمشط في رأسه الشيخ. قال فدخل الطيرة، بكتب الدارج مرات، قال فدخل الطيرة في قوة البيت، القوة دي زي الشباك. بعدين الطيرة وقفت في القوة، والله كاتب كذي، دار أقول لك الكلام الكاذب. قال فسكسكت له فسكسك لها. تخيل انت قاعد مع الشيخ، الطيرة قاعدة تسكسك، الشيخ مش مفروض ينهارها؟ كان داير هنا سكسك لها وذاته، وده شغال يمشط له. قال ثم دخلت طيرة أخرى، دي طارت، فدخلت طيرة أخرى فسكسكت له فسكسك هو لها. تاني الطيرة التانية ماله برضو سكسك لها، ده ما خطر؟ ده بسكسك للطير، ده بتقعد جنبه، ده ما مش مشاكل طويلة جدا، ده فاك منه ولا الحاصل على شنو. بعدين قال فقال له المشاط يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره، الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها، قالت لك شنو؟ قلت لها شنو؟ قال زوجاني وفقت بينهما. قال لي دل ودبرك بدعشوشة، زعلانين من بعض، صالحتهم بدعشوشة، مش شكله مع ودبرك. أظنها قالت له جيب لي نص دستة بتاعت كباب شاي، ودبرك يدخر يكون اليوم ذاك ما لقى حاجة، والله أعلم. ما قالت له كبابي، لكن ما عارف أنا قالت له شنو. بعدين الشكله جول الشيخ قال له ودبرك خليك عاقل، ده معنى الكلام ما هو كذي، خليك عاقل او دبرك، والموضوع ده انت العصمة بيدك وكذي، ما تتهور، الظروف صعبة تاني، تلقى لك بدعة شوشة وحق الحفلة خطر، وإلى آخر حفلة حرام مصايب. مشى لبدعة شوشة، يا بدعة شوشة عشان خاطر الزرازير الصغار
الزرزور داك بيرضع يا ناس مصايب تقيلة وبلاوي أجاب الشغلة دي شنو ودخلنا فيها شنو. إذا كان بيعتقدوا الشيخ بيتخاطب مع الطير بلا الشيخ بيتكلم مع الملائكة ذاته. والله كتاب اسمه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية لأصحاب الطريقة الصوفية ده بتاع عبد المحمود نور الدائم بتاع طابت. قال في شيخ اسمه عبد الرحيم المغربي من كراماته أنه كان جالسا في حلقة فنزل شبح من السماء رب قال ثم صعد الشبح في رواية الشيخ. فقال الحاضرون ما هذا يا شيخ؟ قال هذا ملك من ملائكة الله. والله مكتوب كذا هذا ملك من ملائكة الله وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه. قال الملك وقعت منه هفوة ملك والملك جل الشيخ والشيخ قال لي الله عشان الملك ده رجعوه تاني. قال رجع كلام ده يا جماعة في مسلم بصدق بلاوي زي دي ومصائب كثيرة وكلها عقائد منحرفة عشان تعتقد انه الشيخ ده بدي الجنة والشيخ ده بيعمل كذي وتنادي في الشدائد. نحن دارينك لا تنادي شيخ لا تنادي فكيه لا تنادي الله بس براو بكفي ولا ما بكفي. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. مقلب الرجال والنسوان المرأة 7 سنة ما ولدت الجماعة يجوها أسمعي ما بقيتوا 3 لا ما بقينا 3 إلا ساعتك ركشة بتخلينا 2 ما لقيتها. والله لا ما أنا بعرف ليه شيخ بدي جنة شيخ بدي جنة دي ورطة عمل حسابك أوعك تتورط تودي مرتك ليه شيخ توديها أبوي الشيخ دار لي جنة المرأة كان سمحة يمكن يديك تراب ولك هاك اكشحه في المغابر وتعال بتكشح المغابر والتراب ما له خشمك. والله فهمت الحاصل بكشحك التراب والتراب ما له خشمك. الشيخ بدي جنة يا جماعة مصايب طويلة جدا ألفوا فيها قصائد كلامي ده انت بتشوفه مر لكن ألفوا قصائد تقال لما الكذب. قال ده البرعي كتاب اسمه أعلام الطريق فيه صورته عديل. قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. كلام ده مسلم بصدقه. والله هو ما بقول لك الشيخ بيعمل كذا وكذا بقول لك الشيخ بيدي جنة انت بتمشي توديها وتبقى في مصائب ومشاكل وطلع سكينه وحصلت مشكلة وجابها في جريدة كذي وإلى كذي وجارب ركشنوه ومرة ذاتها مما تقول لك وديني للرجال دي مرة ما شغال بك. هسه أنا عليك الله ماشي مع مرتي والله أنا استغرب نساويني نادن شيوخ ورجال جم رجالي تلقى الزواج له أسبوع ماشي معاه تعتر تقول يا فلان الحقنا شو الناس. كتاب اسمه لك سلام مني صفحة 40-44 ده برعي القوم ما تفتكر بيتكلم في ساي. قال في الكتاب ده قال مرت تتا واحد اسمه تتا قال شيخ مرت وقالت لي يا شيخ صفحة 40-44 اسمه لك سلام مني قالت لي يا شيخ أريد خادما تخدمني دار لي بيت تخدمني شو مفروض يمشي السوق يجيب لها خادم تخدمها يعني بيت الدستة بتاعت الهدوم بكدي مش هو. قال لي أحضري فأسا وثوبا جيبي فرار وجيبي توب. والله الصوفية ده اللي وهموك وهم والله يقول لك دارين ديك أسود وما بعرف ديك كذي في ألفاظ أنا ما بقدر أقولها أنه في بنات محترمات وأكفاد دارات تسمع. والله كاتبينها في بعض الكتب دارين كذي ودارين كذي ألفاظ كعب ما بتتقال
انت تمشي تلف لما تفطر ما تلقى الديك. طيب لا ابو الشيخ ما لقيت الديك، ولكن احنا عندنا لكن بكذي ولا عنده ولا شيء، وتدفع ومصايب. المهم قال لا جيبي احضري فاسا وثوبا. جابت الفاس الفرار والثوب. قال فذهب هو ومعه عبد المحمود، ده واحد تلميذه قال او رفيقه، مشوا الغابة. قال عبد المحمود فأمرني الشيخ تتا بقطع غصن بقدر قامة الإنسان. قال اقطع لك عود قدر الزول. قطع عود قدر الزول. المرأة قالت لي دار لي خادم. قال لها جيبي فرار فأس فأسا وثوبا. مشى قطع العود قدر الزول. قال ثم وضع فوقه الثوب ثم تناول سبحته، والرسول ما شال سبحة صلى الله عليه وسلم، سبح بأصابعك زي. بعدين قال فتناول سبحته فأخذ يذكر الله بشدة، كر كر كر. فتم توم حمتنا النوم، والفتم شطة حمتنا النطة. جر السبحة. قال فتحرك الثوب. التوب يتحرك، التوب تحته شنو يا جماعة؟ عود. قال فرفعت امرأة رأسها فقال بخيت 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 ثلاثا، ثم أمرني فأخذتها من يدها فذهبت بها إلى زوجته، فعاشت عندها سنين ثم ماتت. طوالي البرع سوى فيها أبيات. قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم، وتت الفلات القلب العود مفهوم. قلب عود قلب شنو مفهوم؟ زول من عود قلب زول وسمى بخيته. وزال الله بخلقه، والله على كل شيء قدير. الولد بلدوه مش اول شيء بصرخ، يصرخ ويرضع، بعد شويه حبه، تاني يمشي بالسرير، تاني يمشي عديل، تاني يجر، صح ولا ما صح؟ ده من عود لا خلاه فطموه، بس طوالي من عود قلبها بخيته، لا سمى لها ضبع لا خروف، بخيته وطوالي بقت مارقه بخيته. وذاك مسكها من يده. موديل جديد للخلق عند الصوفيه. شكر رب العزه والجلال. قال ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، مش من عيدان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. نطفة بعد علقة، علقة يعني دم متجلط في الرحم، معلق في الرحم. قال فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، يعني لحمة قدر البمضغوة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ده خلق الله سبحانه وتعالى. ديل شغالين بجنبه. جاب تاني بعد أبيات أنا دار أختم بها لأنه الزمن مشى. قال واحد اسمه يعقوب، جزاك الله خير. قال واحد اسمه يعقوب ابن أحمد الصليحابي، تلميذ أحمد الطيب البشير. كلام ده من صفحة 40 إلى 44. قال تلميذ يعقوب ده جاء وقال لها الشيخ عندي ست بنات وأريد ولدا ذكرا، عندي بنات ستة ودار لي ولد ذكرا، ولدا ذكرا. قال أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. جيب لي واحد من البنات الستة ودائرة ذكرا، دائرة ذكرا، وعنده ستة بنات، ست بنات. قال فأحضر له واحدة. قال فتناول الشيخ سبحته وأخذ يذكر الله ثم تلا قول الله تعالى، والآية دي ده محلى. ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هي الآية دي في التفسير، تفسير ابن كثير وفي غيره، في تفسير ابن كثير يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة.
وعندهم الكتاب أي اللوحة المحفوظ، ذاك الكلام اللي فيه ما بيمسحه، لكن الهنا ده في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب هناك اللوحة المحفوظ. هو جاب الآية دي وخدتها في غير موضعها، قال ثم وضع يده على المرأة على البنت فقلبت ولدا، البنت اتقلبت شنو؟ ولد. قال فسماه أبو ورق، أو بهذا الاسم كاتب البرعي جايب القصة. بعدين قال فيها ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد، عاد تخيل بيت قلب ولد، ودي عقيدة بيعتقدوها. انت بتعتقد عقيدة زي دي انت كمسلم؟ عليك الله زول عاقل بيعتقد بيت تقلب ولد؟ والله جزاك الله خير، بيت تقلب ولد.